إلى الملف الصحي في الأردن، أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 66843 حالة حتى صباح اليوم الأحد. ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 11941 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 24 حالة وفاة كانت أمس السبت. وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة لك منذ ظهور الوباء 1,600,136 إصابة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 927,352 حالة شفاء. مشاهدين الكرام، للحديث أكثر حول هذه التفاصيل أرحب عبر الهاتف بعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا الدكتور حازم الجرالة. دكتور حازم، بعد التحية وحياك الله في هذه النشرة. دكتور، في البداية كيف ترى الأوضاع الوبائية في المملكة، المنحنى الوبائي؟ يعني هناك ارتفاع واضح بعدد الإصابات والتخوف اليوم من الارتفاع في عدد الوفيات داخل المستشفيات الأردنية المصابة بفيروس كورونا. بداية، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. دعيني ألخص الوضع الوبائي في الأردن بالتالي. هناك مؤشر ثبات في الايام الاخيره في نسبه الفحوصات الايجابيه، واعتقد اننا سنشهد تناقص في اعداد الاصابات وادخالات المستشفيات في قادم الايام. هذا يعني اننا قد نكون في هذا الاسبوع وصلنا الى ذروه هذه الموجه الوبائيه. ما غلطته من هذه الموجه انها هي الاخف من سابقاتها من حيث الانتشار وحده الاصابات. نسب اشغال مستشفياتنا ولله الحمد هي بسيطه، ولنتذكر جميعا بانه احنا في الموجه الاولى والثانيه في ذروتهما لم تصل نسب الاشغال في مستشفياتنا حد الخطوره، كانت تراوح حد ال 50% الى تقريبا مستشفيات الوسط وصلت الى 75% في اعلى النسب. ما نشهده اليوم في الاردن للاسف، ودعينا اليوم نتكلم بصراحه، هناك فوضى في التصريحات ومن جهات عديده. ما يحدث فعليا انا اشاهد اليوم انه يتم نشر الرعب بتصريحات غير دقيقه، للاسف بعضها القليل منها صادر من جهات طبيه، ويتم تداول هذه الشائعات والتصريحات بشكل واسع، هذا من جانب. من جانب اخر، ازدواجيه في بعض القرارات الحكوميه في التعامل مع ملف كورونا ادت الى فقدان الثقه من الشعب بالتصريحات الحكوميه بما يتعلق بالوباء. المتحور الجديد الذي يتم الحديث عنه بشكل واسع هذه الايام اوميكرون لم تتم دراسته في الاردن بعد، لكن من خلال ما وصلناه حول العالم هذا المتحور هو اسرع انتشارا بشكل كبير، لكنه في نفس الوقت اقل حده بشكل كبير ايضا. وحسب ما شاهدت فان اكثر من ثلثي الاصابات هي اما خفيفه او دون اعراض. هذا فيما يتعلق بالوضع الوبائي حاليا في الاردن. انا اعتقد بانه احنا في وضع جيد، لا يجب ان نقوم بنشر الرعب بين الناس، يجب علينا محاوله السيطره على التصريحات المتعدده والمتضاربه والكثير منها الغير دقيق. نعم. وان تكون هناك جهه واحده يتلقى منها المواطن المعلومه الدقيقه والصحيحه. نعم، حتى مع دخول يعني اوميكرون الى المملكه اليوم، يعني دكتور حازم، أنت تتحدث بنوع من الاطمئنان اليوم بأنه يعني حتى مع دخول إوميكرون وارتفاع أيضا الوفيات، وهناك تخوفات أيضا من سرعة انتشار هذا الفيروس الجديد أو حتى المتحور الجديد لفيروس كورونا إن صح التعبير، يبقى الوضع الوبائي في المملكة نوعا ما مطمئن؟ أنا أعتقد بأنه أوميكرون دخل المملكة وسينتشر في قادم الأيام بشكل أكبر، وقد يكون هو المتحور السائد في الأردن. إحنا الآن بعد عامين اكتسبنا خبرة في التعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته العديدة. وإحنا مررنا بموجتين كانتا أكثر شدة من خلال الأرقام، هذا الكلام هو مثبت بالأرقام، الموجة الأولى والثانية كانتا أكثر شدة ووصلت الفحوصات الإيجابية تجاوزت 22%. كانت الامور مطمئنه، ولم نصل الى حد الخطر، ولم نصل الى حد الانهيار بالنظام الصحي لا سمح الله. ما يتم رصده الان حول العالم بانه هذا المتحور، نعم اتفق مع الجميع بانه اسرع انتشارا لكنه اقل حد. نعم. واحنا اليوم في نسب اشغال مستشفياتنا، يعني نسب اشغال متواضعه.
فلما نشر الرعب ولما نشر الخوف بين الناس؟ أنا أعتقد أنه إحنا يجب علينا أولا أن قبل أن نسيطر على انتشار الوباء أن نسيطر على انتشار المعلومة الغير دقيقة التي يتم تداولها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية. نعم. لنصل إلى كسب ثقة المواطن بالإجراءات التي نقوم بها وبحملة المطاعم. وما يحدث للأمانة أثر بشكل كبير على حملة المطاعم في أسيال أفرن. أنا أعتقد أن إحنا بملف المطاعم للأسف لم ننجح، حيث أن اليوم بعد مرور سنتين على الوباء نسب من حصلوا على جرعتين في الأردن هي أعتقد 38%، وهي نسبة متواضعة جدا إذا ما أردنا الخلاص من هذا الوباء. دكتور حازم، فيما يتعلق اليوم بالرعاية الصحية المقدمة لمرضى كورونا في المستشفيات الأردنية، يعني نلاحظ فعليا ارتفاع كبير بعدد الوفيات مقارنة بدول عربية قريبة، دول عالمية، مقارنة أيضا بأعداد الإصابات المتواجدة في الأردن، الوفيات ترتفع يوما بعد يوم. أين الخلل وأين المشكلة فعليا بارتفاع عدد الوفيات في الأردن، وتخوفات اليوم من هذا الارتفاع بعدد الوفيات؟ هل هو بسبب الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات أم ماذا؟ حقيقة هذه النقطة تحدثنا بها ومن خلال منبركم بأكثر من مرة. أعتقد بأن الرعاية الصحية لمرضى كورونا في الأردن هي متفاوتة من حيث المستشفيات، المستشفيات الأقرب للعاصمة تكون مؤمنة بالكوادر الطبية ذات الخبرة وذات الاختصاص في التعامل مع الوباء، ليست على غرار المستشفيات التي تكون أبعد عن العاصمة بحيث تفتخر بوجود الأطباء المختصين في التعامل مع هذه الحالة. أعتقد بأنه إحنا اليوم نملك بروتوكول واضح بروتوكول علاجي واضح للتعامل مع المرضى. نسب الوفيات بدأت تقل، يعني في كل دول العالم في بداية الجائحة كانت نسب الوفيات في مستشفياتهم وغرف العناية الحديثة هي الأعلى. بعد اكتساب الخبرة في التعامل مع هذا الوباء بدأت تنخفض نسب الوفيات، ونحن كما دول العالم نسير في هذا الاتجاه، ولكن أعتقد بأنه إحنا ما زلنا بحاجة إلى توفير الكوادر المختصة في المستشفيات الطرفية البعيدة التي تتعامل مع الحالات الصعبة، أو أن تقوم الوزارة بآلية معينة بحيث تقوم بعزل المصابين ذوي الحالات فوق المتوسطة إلى الخطرة في مستشفيات معينة لإلائهم الرعاية الصحية الكبرى والصحيحة بشكل أكبر، وبالتالي خفض نسب الوفيات في المستشفيات. نعم. إذا ما تحدثنا أكثر عن المصاب بفيروس كورونا دكتور حازم، يعني اليوم عندما يبلغ المستشفى أو حتى يتواصل مع وزارة الصحة الأردنية إن صح التعبير أنه مصاب بهذا الفيروس، وزارة الصحة لا تتواصل إلا للمرة الأولى فقط مع هذا المصاب، لا يوجد أي تعاون كبير من الناحية الرعاية الصحية. من يحدد اليوم إذ هذا المريض المصاب داخل المنزل سيدخل المستشفى أم لا يدخل المستشفى؟ من يحدد اليوم؟ وماذا تقدم وزارة الصحة الأردنية للمصابين داخل المنازل بهذا الفيروس تحديدا دكتور؟ سيدتي، كما هناك دور حكومي أيضا هناك دور مجتمعي في التعامل مع الوباء. وزارة الصحة لن تستطيع الوصول إلى كل مصاب بفيروس كورونا، ولن تستطيع التواصل مع المصابين ذوي الحالات المتوسطة بشكل متواصل. الحكومة اكتسبت خبرة والمواطن أيضا اكتسب خبرة بآلية التعامل من خلال ما يقال وينشر بوسائل التواصل الاجتماعي والجهات الإعلامية. المواطن اليوم لديه خبرة في أعراض المرض وما هي المرحلة التي إن وصل إليها يجب عليه التواصل مع الجهات الطبية أم لا، ماذا عليه أن يفعل. فهذا أنا أعتقد بأنه هو دور مجتمعي أكبر من أن يكون دور حكومي. فالحكومة لن تستطيع حصر أعداد المصابين. هناك المصابين المشخصين يشكلوا ما أعتقد 10% فقط من العدد الفعلي للمصابين الحقيقيين. فلن تستطيع أي حكومة في العالم الوصول إلى جميع المصابين. هذا دور مجتمعي، دور على كل مواطن بأنه أن يقوم بتخييم الوضع الوبائي في منزله ولشخصه وعند أقاربه ومن يهتم بهم،
وأعتقد أن كل شخص فينا الآن يعرف متى يجب عليه التوجه إلى الجهات الطبية ومتى يجب عليه البقاء في منزله وماذا يجب أن يفعل. إذن دكتور حازم، مع تسجيل يعني هذه الإصابات من المتحور إوميكرون في الأردن وحالة الانفتاح في الأردن يعني لجميع القطاعات في المملكة، ما هو المطلوب من الحكومة الأردنية لاحتواء الأوضاع الوبائية في المملكة في ظل وجود دراسات أولية عن هذا المتحور بداية أوضحت أنه سريع الانتشار، لكن من ناحية الأعراض المضاعفات الحدية لم تثبت الدراسات حتى هذه اللحظة فعليا خطورة هذا المتحور، ما هو المطلوب من الحكومة الأردنية والجهات المعنية أيضا؟ المطلوب أستطيع أن ألخصه بالتالي، كورونا الفيروس سيبقى يتحور وسيلازمنا بشكل موسمي، والمطلوب هو أن نوكل الأمر لأهله برصد المتحورات من ذوي الاختصاص، أن يوكل الأمر إلى ذوي الاختصاص وهم موجودون عندنا في الأردن وتقرون وهم قامات علمية ترفع لها القبعة، أن يسلم هذا الملف بشكل كامل للأطباء ذوي الاختصاص وأن يتم الأخذ بالرأي العلمي البحث. للأسف لجنة الأوبئة في الأردن لا يتم الأخذ بكل توصيات. نعم. في موضوع وباء، أنا أعتقد أنه إحنا يجب أن نسلم الأمر لأهله بأن نأخذ بكل التوصيات الطبية من ذوي الاختصاص وليس من غيره. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن هناك في دور حكومي يجب أن تتولاه الحكومة بوقف فوضى التصريحات وإرعاب الناس وما يتم تداوله من معلومات عديدة غير دقيقة حول فيروس كورونا. وأخص بالذكر هناك حملة عشوائية ضد المطاعيم، وكم أسف أن أقول بأنها تصدر عن جهات عدة لأن المفترض بها أن تقود الوعي وتساهم في محاربة الوباء. المطاعيم أثبتت فعاليتها وأثبتت دورها في الحماية المجتمعية من الوباء، ولا بد من أن يكون هناك دور حكومي ومجتمعي مؤسسي بهذا الجانب. إحنا اليوم 38% نسبة من حصلوا على الجرعة الثانية، عندما يتحدث العالم عن جرعة ثالثة ويقبلون عليها وثبت علميا بأن الجرعة الثالثة ترفع نسبة الحماية بما يتجاوز 40%، للأسف ما يزال في الأردن ينشر شائعات ونظريات مؤامرة حول المطعم. فأين الدور الحكومي في ذلك؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون في دور حكومي أكبر ودور مؤسسي على النقابات وعلى الجمعيات الطبية في هذا الجانب. نعم، إذا عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا